سعد صباحك هايدي. صباحك رشا، كيفك لليوم؟ تمام، انت منيحه؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله دوم يا هايدي تبقي بخير انت وعائلتك وكل احباب قلبك، واكيد صباح الخير لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي بلش معكم، واكيد كثير من الفقرات ان شاء الله يا رب تكون هيك على ذوقكم، ونقدر من خلال هذا النهار نقدم لكم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليوميه. ودائما نحن بنتمنى ببدايه كل صباح وبدايه كل اسبوع انه يكون نهارنا حلو ويحمل لنا الخير الصحة والانفراجات، وأهم شيء الرزق الكريم. أكيد رشا، صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر شاشة الإخبارية السورية. دائما مع كل صباح بيطلع علينا خلونا نجدد تفاؤل والأمل ببكرة، وأكيد نعطي نفسنا الثقة بأي شيء بنعمله بحياة، بقراراتنا، بقدراتنا، بإنجازاتنا إن كانت صغيرة أو كبيرة. والأهم ما تفكروا كتير وما تحملوها زيادة بأي موقف بتتعرضوا إله. عيشوا اليوم واتركوا بكرة لبكرة، وإن شاء الله يا رب بكرة رح يكون أفضل، ويكون الأيام الجاية بتحملكم كل الخير والرضا وراحة البال. آمين. فاصل مشاهدينا ومنبدأ. أكيد الفاصل كان من ميلادية هادي، بلش الموسم الصيفي وبلشت هيك بعد فحوصات البكالوريا أكيد والتاسع. بنتمنى أكيد النجاح والتوفيق لكل طلابنا، ودائما نقول الله لا يضيع لهم تعب، لا تحس الأهل هنن أكثر من صحيح. عشان يمكن هلأ الأهالي هنن مستعدين هنن وطلابهم يعني لحتى يروحوا يقضوا العطلة الصيفية بالمحافظات الساحل أكيد، خاصة باللادية. وكونه عم نحكي على اللادية خلينا نكون بأول أكيد تقريرنا من اللادية. أكيد ومشاهدينا، وتيرة عمل متسارعة في مواقع السبعة لإنشاء المساكن المؤقتة للمتضررين من الزلزال بمحافظة اللاذقية لتتجاوز نسب الإنجاز للبنى التحتية في أغلب المواقع 80%. تفاصيل أكثر من تابعها بالتقرير التالي. وتيرة عمل متسارعة في مواقع إنشاء المساكن المؤقتة للمتضررين من الزلزال في محافظة اللاذقية لتتجاوز نسب الإنجاز للبنى التحتية في أغلب المواقع 80%. هذا الموقع موقع دم سرخو، الموقع 20 دنوم، مخطط له 206 مساكن. نقوم حاليا نحن بأعمال تنفيذ البنى التحتية، تأهيل الموقع لأعمال المساكن المؤقتة اللي هي صندوش بانيل. قمنا بترحيل الأتربة، وقمنا أيضا بفرش البقايا. حاليا نحن بنهايات فرش البقايا، اليوم ان شاء الله بكون خالصين. المنسوب النظامي اليوم مع المنسوب النظامي اليوم ننهي. عندنا هون مركز مسرخو كمان مخططاتها جاهزه، وبس صار تجهيز للموقع العام واخذنا المناسيب وصار فيه مناسيب جاهزه بنبلش باي لحظه، ما في مشكله يعني. الحقيقه حسب الكشف التقديري المعد صرنا محققين اكثر من 80% من قيمه الكشف التقديري. الاعمال المنفذه هي اعمال الحفر والتسوية، أعمال فرش بقايا المقالع، بعد أعمال صرف الصحي. هنا موقع الغراف الذي يعتبر من أكبر المواقع ويشهد تركيب وتجهيز عدد من الوحدات السكنية. هون عندنا 350 مسكن لحاله بالغراف واحد اللي هو المركز الأضخم. حاليا ان شاء الله اليوم نخلص القواعد البيتونية، ومثل ما شايفين بدأنا بشكل كبير بتنفيذ الهياكل المعدني ومع شبكات الصرف الصحي مع صب الأرضيات، وإن شاء الله قريبا راح نبدأ بتركيب الصندويش بانيل. يتم العمل وفق الخطط الموضوعة للتنفيذ بالتعاون بين الجهات المعنية للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن وضمن الجدول الزمني المحدد لها. وبتاني تقاريرنا لليوم من محافظاتنا السورية، حنروح من اللاذقية لدير الزور، وحنكون بتقرير وبعد الانتهاء من أعمال التأهيل المتعلقة بشبكتي المياه والصرف الصحي. بدأ مجلس مدينة دير الزور بمد القميص الإسفلتي في عدد من شوارع المنطقة الصناعية، حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. بعد الانتهاء من أعمال التأهيل المتعلقة بشبكتي المياه والصرف الصحي، بدأ مجلس مدينة دير الزور مد القميص الإسفلتي في عدد من شوارع المنطقة الصناعية في المدينة. تم التأهيل بالتنسيق مع المنظمات الدولية وغرفة التجارة ومجلس مدينة دير الزور والمحافظة. تم تجهيز خطوط صرف صحي وبحدود تقريبا بحدود 4 كيلومتر، والمياه بحدود 1 كيلومتر، وحاليا نقوم بأعمال التسفيت لها الشوارع اللي تم انتهاء أعمال الصرف الصحي والمياه. الأطوال تقريبا بحدود 1 كيلومتر اللي هي تم الانتهاء منها.
وإن شاء الله خلال الفترة القريبة نتابع تنفيذ الخطة الكاملة للمنطقة الصناعية كاملة. تم تأهيل حوالي 500 محل داخل المنطقة الصناعية، حوالي 343 محل بالتمام قاموا بممارسة أعمالهم الصناعية والحرفية والتجارية. منظمة ساعدت بأحد المنظمات قامت بتأهيل 80 محل، وباقي المحال قام تأهيلها على نفقة أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية. الأعمال تأتي ضمن خطة العمل المتكاملة لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين مجلس المدينة وغرفة التجارة والصناعة وعدد من المنظمات الدولية. فرحيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور. وبأولى مساحاتنا رح نفرد لمساحتنا الطبية، ورح نحكي اليوم عن موضوع طبي جدا مهم. واليوم من خلال فقرتنا إن شاء الله هيك حنقدم معلومات للأهالي ليكون عندهم ثقافة طبية بحال طفلهم اليوم تعرض لهي الحالة، يكونوا عم يعرفوا اليوم الطفل من شو عم بيعاني. أكيد رجل، اليوم عدد كبير من إجمالي المواليد الذكور بيعانوا من مشكلة الخصية المعلقة أو الهاجرة كمشكلة طبية شائعة بتصيب الأطفال، ممكن عند الولادة بسبب الولادة المبكرة، أو ممكن أسباب تانية ممكن تكون جينية بيئية والعديد من الأمور. فالكشف المبكر عن هذا الموضوع كتير مهم لعدم تفاقم الحالة عند الأطفال وتأثيرها على الإنجاب بالمستقبل. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، بيسعدنا أنه يكون ضيفنا الدكتور عدنان حسامي، اختصاصي بالجراحة البولية عند الأطفال. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، وأهلا وسهلا بحضرتك، نورت صباحنا. عم نحكي اليوم عن مشكلة طبية خلقية مثل ما ذكرت حضرتك بهذا النوع يعني، وممكن ترافق الطفل عدة أشهر، ممكن طبيعيا ترجع تستقر الحالة للوضع الطبيعي، ممكن يوم رحنا روح للتدخل الجراحي. بداية خلينا نعرفها بالمصطلح الطبي والعلمي. هلأ موضوع الخصية الهاجرة موضوع أول شيء كتير كتير مهم وحساس، وبتشكركم أنه أنتوا يعني طرحتوا وراح تضووا عليه، لأنه التأخر في تدبير الخصية الهاجرة قد يودي بوظيفة الخصية. أول شيء يعني فكرة عامة مشان تثقيف الإخوة المشاهدين، الخصية إلى وظيفتين. الوظيفة الأولى هي وظيفة إنتاج الحيوانات المنوية، والوظيفة الثانية هي إنتاج الهرمونات الذكرية. التأخر في علاج الخصية الهاجرة قد يودي بوظيفة إنتاج الحيوانات المنوية مع الإبقاء على الوظيفة لإنتاج الهرمونات. الخصية بالحياة الجنينية بتكون قاعدة عاليا قرب الكلية، وتسير رحلة أثناء الحياة الجنينية من عند الكلية وتخترق جدار البطن وتستقر في الصفن. المفروض الخصية قبيل الولادة أو بعد الولادة بأسبوع أسبوعين ثلاثة ماكسيموم تكون استقرت بكيس الصفن. كيس الصفن هو الكيس اللي تستقر فيه الخصية. هلأ كل تأخر بنزول الخصية إلى الصفن هذا هو عبارة عن حالة مرضية. كيس الصفن وظيفته أو أهميته أنه هو عم يأمن حرارة أقل من حرارة الجسم بعدة درجات، لأنه الخصية بعد عمر معين يعني بعد السنة الأولى من العمر مبدئيا لا تتحمل حرارة الجسم، لازم تكون حرارتها أقل من حرارة الجسم بعدة درجات. الصفن هو عبارة عن مكان يؤمن حرارة أقل للخصية. هلأ الخصية العدم المانة نازلة أو مانة مستقرة بالصفن سوف تتعرض لحرارة الجسم، وهذه الحرارة سوف تؤثر على الوظيفة الإنتاجية اللي هي إنتاج الحيوانات المنوية. تمام دكتور، يعني خلينا نوضح أكثر بأي عمر ممكن تصيب هاي المشكلة الأطفال؟ عندنا اليوم أعراض أو دلالات أو علامات بتشير أنه الطفل عنده هاي المشكلة؟
الواقع كثير من الأهل وأحيانا الأطباء يعني يغفلوا فحص الصفن. لازم ينفحص الكيس الصفن دائما من قبل الطبيب ومن قبل الأهل، ولازم نشوف إنه الخصيتين مستقرتين بالكيس. هلأ كل تأخير بعد الشهر الثامن إلى الشهر 12 من العمر هذا يسبب إشكال بالخصية. كان في أخطاء شائعة إنه ينتظروها لعمر المدرسة أو لعمر السنتين أو لعمر النظافة، طبعا هذا خطأ. الخصية مثل ما عم نقول لازم تكون استقرت بالصفن بهذا العمر. هلأ الخصية قد تكون غائبة أو ما نازلة نهائيا، قد تكون موجودة في البطن، قد تكون موجودة في القناة الإربية، قد تكون شيء اسمه خصية هاجرة. الهاجرة هي بتكون نازلة ولكن رايحة لمكان آخر، قد تذهب إلى الناحية الفخذية، الناحية الإربية، قد تكون في منطقة العجان قرب الشرج، فهي أيضا من الحالات المرضية التي يجب أن تعالج. الرسالة المهمة أنه نحن قبل نهاية السنة الأولى من العمر يجب أن تكون الخصية قد استقرت في الصفن بشكل جيد. هلأ الموضوع الواقع هو بين إفراط وتفريط، يعني في كتير حالات تهمل وهذا تفريط ويتهاون فيها وكشفها بعد بسن متأخرة، حتى العلاج بيكون أصعب. يعني رحلة العلاج لو متكون صعبة حتى. كان على الطفل أو كان على حتى على الطبيب اليوم، يعني الكشف تمام. المبكر دائما هو الخطأ الثاني هو الـ الإفراط في التشخيص. للأسف نحن بنشوف كتير أطفال الخصية عندهم بتكون وضعها جيد ومستقرة بالصفن، هي من النوع الخصية النطاطة أو الخصية النواسية، الحبل المنوي طوله جيد، الكريمستر أو العضلة الرافعة للخصية بتكون هي عضلة نشيطة تحرك الخصية، فيعتقد أنها خصية هاجرة وتعالج أحيانا جراحيا وأحيانا هرمونيا بدون مبرر، علما أنه هي عبارة عن خصية طبيعية. طيب دكتور خلينا نروح لموضوع الأسباب، كونه نحن عم نحكي عن حالة شائعة عند الذكور وهي خلقية، فالأسباب حتكون متعددة. ذكرنا بالمقدمة أنه ممكن الجينات الولادية المبكرة، وهل اليوم الوراثة عم تلعب دور كبير بتوريث هي الجينات للطفل؟ الواقع هو ما هو موضوع مرض وراثي بالخاصة، يعني ما في صيغة وراثية أو عبارة عن آلية وراثية واضحة لموضوع الخصية الهاجرة. نحن بنشوفه يمكن قد يكون عائلي أكثر، في بعض العائلات يتواتر ذلك عند أكثر من العائلات الأخرى، بس ما هو عبارة عن مرض وراثي. هلأ الأسباب قد تكون هرمونية، الأسباب قد تكون فتق مرافق. في عنا كتير حالات، يمكن أكثر من 70-80% من الحالات سبب الخصية الهاجرة أنه في عنا فتق مرافق لم يسمح بنزول الخصية وهو يشكل عائق، وهذا لازم ينقام كيس الفتق أثناء العمل الجراحي حتى نحسن ننزل الخصية ونثبتها بالصفن. هلأ نحن كمان لازم نعرف أنه في عنا حالات بيكون الحالة بالطرفين، حالات بيكون الخصية موجودة في ضمن البطن. حالات ضمن البطن تستدعي تنظير البطن، لازم ينعمل تنظير للبطن، لازم يبحث عن الخصية، وممكن إجراء الجراحة عبر التنظير وأحياناً على مرحلتين. المرحلة الأولى منطول فيها الحبل المنوي ومنثبتها في منطقة بالبطن، وبعد 6 أشهر يتداخل مرة ثانية وتنزل بشكل كامل إلى الصفن. هي الحالات اللي بيكون فيها خصية بطنية. تمام دكتور، بالنسبة لأضرار الخصية الهاجرة هل هي ممكن تسبب عقم تأثر على الإنجاب عند الأطفال في المستقبل؟ كمان نسمع أنه ممكن يصير في سرطان بالخصية، وضح لنا أكثر عن الأعراض اللي ممكن تسببها.
هلا الخطر الأكبر الواقع من عدم نزول الخصية وبقاء معرضة لحرارة الجسم كما قدمت الآن أكثر من مرة هو فقدان الوظيفة الإنتاجية، وظيفة إنتاج الحيوانات المنوية اللي راح يتسبب عنا عقم إذا كان الوضع بالطرفين. لذلك هذا الموضوع مهم ويجب أن يقارب، وأؤكد على ذلك، قبل نهاية السنة الأولى من العمر حتما. بقاء الخصية في البطن أو بقاء هاجرة يقال وهذا ليس أكيد أنه يعرضها أكثر لنسبة من التبدلات السرطانية. هلأ هي بالأصل النسبة ضئيلة، ولكن تتضاعف هذه النسبة عند بقاء القصية موجودة في البطن أو ضامرة، وذلك بعمر سن الشباب أو الكهولة. لذلك إذا عندنا خصية ضامرة أو خصية بطنية ولم يمكن استئصالها أو ولم يمكن إنزالها إلى البطن، يجب استئصال هذه الخصية بعد استنفاذ وسائل العلاج الأخرى اللي هي الإنزال إلى الصفن. طيب تفضل دكتور. هلا ما بعرف إذا أنتم بتسمحوا لي، في مشاكل أخرى الواقع بالكيس الصفن هامة وتؤثر على حياة ووظيفة الخصية مثل الخصية الهاجرة وأكثر. يعني عندنا نحن مثلا التهاب الخصية بالصفن، عندنا موضوع انفتال الخصية، دول موضوعين مهمات جدا وحيويات جدا لحياة الخصية. الموضوع الأول موضوع التهاب الخصية، كثير بيجينا أطفال عندهم التهاب بالخصية مهمل، هذا سوف يتطور إلى تقيح في الخصية. تقيح الخصية معناتها صار في تندب بالخصية، معناتها الأنابيب المنوية ضمن الخصية انسدت والخصية راح تفقد وظيفتها. نؤكد أنه علاج التهاب الخصية يجب أن يكون إسعافي مباشرة في الساعات الأولى بعد بدء الالتهاب، ويجب أن يكون العلاج جدي وهجومي وشديد حتى ما نفقد وظيفة الخصية. الحالة الثانية الإسعافية والهامة جدا جدا وتؤثر أيضا على حياة الخصية هي موضوع انفتال الخصية. فجأة يشكو الطفل، وهي بتصير أحيانا بالأعمار المبكرة بالأيام الأولى أحيانا، انفتال في الخصية. الانفتال يعني أنه انقطع الدوران عن هاي الخصية، معناتها سوف تتعرض إلى تنخر وتموت وسوف تفقد الخصية بشكل نهائي. لذلك أيضا التشخيص يجب أن يكون خلال الساعات الأولى وبمساعدة الإيكو دوبلر. إيكو دوبلر بيحسن يشخص لنا أنه هذا انفتال خصية، أنه قطعة التروية عن الخصية، وهون العمل الجراحي إسعافي خلال الساعات الأولى وليس الأيام الأولى. يعني نحن خلال 3-4 ساعات إذا أهمل انفتال الخصية وانقطعت التروية نهائية على الخصية، سوف تتموت الخصية وتضمر ويفقد الطفل بشكل نهائي. لذلك يجب على الأهل خاصة أي تطور غير طبيعي بالصفن، أكان احمرار أو ورم أو ألم في الصفن، يجب أن يراجعوا الطبيب بالسرعة الممكنة ولا يؤجل ذلك لليوم التالي، لأن الموضوع موضوع ساعات بالانفتال، وهو موضوع يوم أو يومين بالالتهاب إذا لم يعالج. طيب دكتور، ذكرت حضرتك أنه في حالات تستدعي التدخل الجراحي بالساعات الأولى. اليوم نحن عم نحكي عن طفل عمره ساعات، اللي هو اليوم رح يتحمل الدخول لغرفة العمليات، هل عم يكون في آثار سلبية على جسمه كونه لسه الطفل يعني عمره ساعات؟ يعني هلأ نحن بدنا نحكي بخطة العلاج، بس كونه ذكرت حضرتك العمل الجراحي، خلينا نبلش منه. هلأ الموضوع ما في خيار، نحن أمام حياة خصية مهددة بأنه نفقدها سلبياً. اليوم ما عندنا شيء سلبي على حياة الطفل إطلاقاً. اليوم بوسائل التخدير الحديثة نحن بنعمل عمليات لأطفال عمرهم ساعات أحياناً، اللي عندهم تشوهات تخدير عام أخرى. دكتور حيكون تخدير عام إجباري، تخدير العام بوجود أخصائي تخدير خبير بتخدير الأطفال والرضع، وهذا طبعاً موضوع دقيق جداً.
نجري جراحة لأطفال بأعمار مبكرة جدا بالساعات الأولى. هلأ خارجا عن مثلا موضوع الخصية الهاجرة، نحن الأطفال اللي عندهم مثلا انشقاق بالبطن أو عندهم انسداد بالمري أو عندهم تشوهات أخرى، هدول يجرى لهم جراحة بالساعات الأولى من العمر تحت التخدير العام. تمام أكيد. ذكرنا الجراحة، خلينا بس نرجع نأكد على موضوع العلاج، ودائما نحن بنقول الكشف المبكر والثقافة الطبية لأي حالة مرضية بتصيب طفلنا عم توفر رحلة العلاج كان على الطفل أو كان على الدكتور. إيمت اليوم، خلينا نتوسع أكثر، احنا ذكرنا من خلال حديثك أكثر من نوع وأكثر من موضوع علاج، نحن اليوم الأهل أو الدكتور لإيمت بيعطي الطفل كم شهر ليرجع للوضع الطبيعي، وإيمت بيكون التدخل الجراحي هو الحل الأخير؟ أؤكد مرة تانية، بالنسبة للخصية الهاجرة الفترة الذهبية للعلاج هو في السنة الأولى من العمر بين 6 إلى 12 شهر ماكسيموم، بعد 12 شهر ما بيجوز ننتظر إطلاقا، لأنه الخصية عدم غير النازلة والمعرضة لحرارة البطن سوف تتعرض وظيفتها الإنتاجية للتلف. طيب بهاي السنة يا حكيم، يعني شو الإجراءات اللي بتاخدها حضرتك؟ يعني شو هي الأدوية؟ شو هي التوصيات اللي بتشتغل عليها ضمن هاي السنة قبل ما تروح للقرار الأهم وهو الجراحة؟ هلا إذا في عنا نحن فتق مرافق، شخص مرافق للخصية الهاجرة، فتجرى الجراحة بأي عمر مبكر حتى بالشهر الأول أو الثاني أو الثالث. تمام. إذا ما في فتق مرافق والخصية هاجرة بدون فتق مرافق ننتظر إلى 8 إلى 10 أشهر. هلأ بالحالات الخصية القريبة من الصفن بالطرفين قبل السن من العمر قد نلجأ إلى علاج هرموني. قد نلجأ إلى علاج هرموني في أوبر هرمونية بتساعد أحياناً على كبر حجم الخصية وعلى نزول الخصية. طبعاً هذا بالحالات اللي بيكون في عنا خصية بالطرفين ما في فتق مرافق وقريبة من كيس الصفن، بتكون بالمنطقة المغنبنية وقبل نهاية السنة الأولى من العمر حصراً. بعد السنة الأولى من العمر ما عاد في عنا وقت نضيعه. تمام، يعني دكتور من خلال حديثك يمكن ذكرت لنا أكثر من نوع علاج، إن كان تنظير بالبطن أو هرموني أو عن طريق الجراحة. خلينا نروح لموضوع الدوالي الخصية دكتور، ممكن تصيب الأطفال؟ سؤال كتير مهم. الواقع سابقا كان يعتقدوا أن الدوالي عند الأطفال غير موجودة أو قليلة، هلأ نحن بصراحة عم نشوف أعداد كبيرة من الأطفال بأعمار مبكرة من 7 و8 و10 سنوات فصاعدا عندهم دوالي حبل منوي، وهذا غالبا هو بالأيسر لأنه تشريح الأوعية الدموية المغذية للخصية هو بالأيسر غير الأيمن، فهذا يؤهب إلى وجود الدوالي. هلأ دوالي الحبل المنوي أيضا مثل الآلية تبع الخصية الهاجرة عم تعرض الخصية لحرارة أعلى من الحرارة المفروض تتعرض إلى الخصية، لذلك دوالي الحبل المنوي بالأعمار المبكرة ممكن نضطر فيها للجراحة. والجراحة نسبيا بسيطة وهي 90% شافية وبتحد المشكلة بشكل نهائي. دكتور خلينا نروح لموضوع التوصيات ومدة الاستشفاء للطفل في حال اليوم حضرتك كحكيم قررت اليوم أنه أدخله على غرفة العمليات. عفوا نحكي عن التوصيات اليوم بعد العملية، شو هي اليوم أهم التوصيات بالنسبة للأهل كرمال هذا الطفل، وقديه مدة الاستشفاء؟ هلا العمل الجراحي لهدول هو عمل جراحي نسبيا بسيط، يستغرق عادة بالأيادي الخبيرة نص ساعة ل 45 دقيقة تبنيج عام. عادة هاي الحالات ما بيناموا بالمشفى بعد عدة ساعات، وقت بيصحى الطفل بشكل كامل من التخدير فينه يروح على البيت. هلا المفروض تكون الجراحة شافية ونهائية في العلاج. العناية بعد العمل الجراحي هي عناية الواقع بسيطة مثل عناية بأي جرح بسيط. الأطفال أحيانا بيسافروا حتى مباشرة لمحافظة تانية بدون أي إشكال، وما في شيء خاص ينعمل إذا نحن نزلت الخصية وتثبتت بالكيس بشكل نهائي،
الموضوع بالنسبة لنا. الطفل بهاي الفترة بيبقى على المسكنات يعني بعد العمل الجراحي؟ الآلام عند الأطفال بصراحة هي بسيطة، وخلال الساعات الأولى عبارة عن مسكنات بسيطة. بنعطي أحيانا دواء التهاب ليوم أو يومين مو أكتر. في كثير مراكز أيضا ما بتعطي دواء التهاب، تعطي جرعة واحدة فقط قبل العمل الجراحي. فدوائيا ما في مشكلة، والآلام بعد العمل الجراحي نسبيا بسيطة، وراحة لمدة أسبوع في البيت كافي، ونعتبر الموضوع منتهي. تمام دكتور. بنسمع كثير من الامور انه ما بعرف اذا فينا نقولها شائعات او لا، انه المراه الحامل ممكن اذا كانت بتدخن او نمط غذاء معين او عندها هرمونات مخربطين ممكن ياثر هذا الشيء عند الطفل ويصير عنده هي المشكله. خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا الواقع ما في شيء مؤكد مربوط بين التدخين أو التغذية أو الاضطرابات الهرمونية عند الوالدة وعند عدم نزول الخصية. طبعا هذا ما معناته نحن نشجع على التدخين عند الحوامل أو أنه يعيشوا حياة غير صحية، بس ما في شيء مثبت علميا أنه في علاقة واضحة بين مرض معين عند الوالدة أو نقص معين وبين عدم نزول الخصية. بس لا شك أنه التدخين عند الوالدة له مشاكل كبرى للجنين وبالمستقبل للوليد، يؤثر على حجمه، يؤثر على توعيته، يؤثر على دماغ الطفل. فالحياة الصحية للوالدة هامة جدا لحياة الجنين بشكل عام. طيب دكتور، كونه عم نحكي بالمعلومات الشائعة واليوم خلال تواجد حضرتك عم تصحح لنا إذا كان طبيا صح أو في دراسات أثبتت هاي المعلومة، مثل ما ذكرت هايدي أنه أثناء فترة الحمل اليوم الطفل بعض الأسباب وبعض الدراسات عطت نسبة أنه ممكن يكون المشكلة هي خلال فترة الحمل تشكلت. أطفال داون بعض الدراسات قالوا فيها أنه خلال فترة الحمل أي اضطراب ممكن يصير بالنمو الطفل أو يصيب الأم، وهذا الطفل أنه ينكتب له أنه يخلق داون ممكن يكون النسبة عنده أكبر لهي الحالة. هاي المعلومة صح أو لا؟ موضوع الخصية الهاجرة وترافقها مع داون. هلأ نحن بنشوف أحيانا أطفال داون عندهم خصية هاجرة أكثر من غيرهم. هلأ مشاكل داون مشاكل بترافقوا بمشاكل قلبية أكثر، بترافقوا أحيانا ببعض التشوهات المعوية مثل انسداد العفج عند الأطفال، بترافقوا بمشاكل عصبية بالكولون، بصير في عندهم أحيانا إمساك مزمن يحتاج إلى علاج. فالخصية الهاجرة بالذات هن أكثر من غيرهم، ولكن مو نسبة واضحة جدا، وليس داون هي سبب مؤكد لموضوع الخصية الهاجرة. كأنه اليوم ما في دراسات مثبتة بهي الحالة طبية، يعني دائما في شك علمي أو طبي أنه يكون هذا السبب هو السبب الأساسي بهي الحالة عند الأطفال. ليش ما عم يلتقى شيء مؤكد دكتور؟ أكيد مو هو سبب أساسي. نحن الغالبية العظمى من الأطفال اللي عندهم خصية هاجرة هن أطفال ما هن مرضى داون، ما هن مرضى داون. لذلك ما بعتقد أنه في علاقة أكيدة بين الموضوعين. ما في علاقة. تمام دكتور، يمكن ببداية حديثك ذكرت شيء عن الخصية النطاطة أو المطاطية، خلينا نوضح بشكل مبسط عن الموضوع. بصراحة كثير موضوع مهم، لأنه كثير يساء تدبيره وكثير مثل ما حكينا أنه في إفراط بالتشخيص وإفراط بالعلاج بدون مبرر. نحن كثير بيجينا أطفال أخذين موعد عمل جراحي من طبيب لأنه عنده خصية هاجرة، بنفحصه هي الخصية خصية بسموها نطاطة أو خصية نواسية، العضلة المحركة للخصية اسمها الكريمستر أو المشمرية يمكن بالعربي. هاي العضلة بتكون نامية عند هذا الطفل وهي تحرك الخصية بشدة وعنف نحو الأعلى. وقت بيسترخي الطفل، وقت بيفحص بشكل جيد، نشوف انه الخصية ممكن ان تستقر بالصفن بحالات الراحة خارج البرد خارج التنبيه، الخصية مستقرة بالصفن.
هي بنسميها الخصية النطاطة أو الخصية النواسية، وهي خصية لا تحتاج إلى جراحة قولا واحدا. نعم. وهي خصية يساء تدبيرها جدا، وبتعرض أحيانا الأطفال لجراحة بدون مبرر. شكرا دكتور بداية لوجودك ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نحن ضمن صباحاتنا ومن خلال الأطباء اللي بيكونوا معنا دائما بيأكدوا على فكرة أنه الكشف المبكر والاستقصاء المبكر عن أي حال إن كان عند الأطفال أو عند الكبار هي أول نجاح رحلة العلاج. فبنا نتشكر حضورك لليوم، وأكيد بالصحة والسلامة لكل حد عم شوفنا ولكل أطفالنا. الدكتور عدنان حسامي أخصائي بالجراحة البولية عند الأطفال، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك دكتور. شكرا. اما هلا رشا رح ننتقل لنتعرف على احوال الطقس، ويمكن عشاء الصيف والشتيم كيفين على هذا الجو. ما هو ما يوم معروف صيف يوم لك يوم عليك. تماما. رح نتعرف اكثر يعني خصوصا احنا يوم السبت بنتعرف على هذا الموضوع. معنا عبر اتصال هاتفي الاستاذ حسان الجردي. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا اهلين. صباح الخير استاذ حسان. صباح الخيرات. يسعد صباحك يا هلا. يا هلا استاذ حسان، بداية هيك بشكل عام كيف حيكون طقسنا خلال هذا الاسبوع؟ وعم نسمع انه نحن على موعد على منخفض خلال الايام القادمة وفي مطر، فمن خلال حضرتك اليوم حابين نتاكد من هي المعلومات، تفضل. هلا بداية صباح الخير. صباح الخير. الاخبارية السورية لزمتك. هلا بشكل عام التقلبات اللي يعني هلا دكتور سيدة الموقف، وذكرنا نحن هذا الموضوع كثير سابقا يعني بنشراتنا، ورجعنا هلأ لموضوع التقلبات الجوية. اليوم في ارتفاع واضح من مثبت درجات الحرارة، حرارة اليوم أعلى من المعدل من 4 إلى 6 درجات مئوية. الأجواء ربيعية حارة غائمة جديا بشكل عام. الأجواء السديمية بالمناطق الشرقية والبادية السورية مستمرة معنا خلال هيدي الفترة، ولكن من خلال ساعات المساء والليل نعم بلش حالة عدم استقرار جديدة بتتأثر فيها المنطقة، بتؤدي إلى هطولات مطرية تتصف بالشمولية أكثر شمولية مما قبل، تستمر ليومين هي الأحد والاثنين. احتمالية الانهار بكرة بتكون أفضل. هلأ بتتصف بالغزارة ببعض الأحيان، بتكون مترافقة بالعواصف البرادية وحبات البراد أحيانا. من سمات هيدي الحالة ممكن تكون في مناطق فيها هطول مطري غزير جدا، ولكن بمنطقة قريبة منها تماما يكون الهطول أقل، يعني هي وهذا ما يسمى بالهطل المطري عشوائية الحدوث في مناطق مختلفة من البلاد. هلا درجات الحرارة بكرة عليها انخفاض بمعظم المناطق، بس بتضل أعلى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية. استمر بالانخفاض لنهار الاثنين لحتى تقترب من معدلاتها، وتضل فرصة الهطول المطري موجودة بإذن الله تعالى ليوم الاثنين في أماكن متفرقة من البلاد. هلا بشكل عام حالة عدم الاستقرار بدنا نتأثر فيها تستمر ليوم الأحد والاثنين، بدءا من نهار الثلاثاء بإذن الله بترجع الأجواء بتستقر بشكل تدريجي وفعلي، وبتبلش الحرارات تميل للارتفاع لحتى تكون صارت أعلى من المعدل بنهاية هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل بإذن الله تعالى. يعني الأجواء التقلبات الجوية هي شديدة الموقف خلال هذه الفترة، ولكن اللي بيميز الطقس خلال هذا الأسبوع حالة عدم الاستقرار بدنا نتأثر فيها خلال ساعات الليل اليوم، بتستمر ليوم الأحد والثنين، وبتكون فعالية نهار الأحد أكبر من نهار الثنين. وأماكن الهطول بالنسبة للهطول المطري بتكون في مناطق أكثر شمولية مما قبل. أما الرياح لليوم عم تكون غربية إلى جنوبية الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات لبعض الأحيان 50 كيلومتر بالساعة، بتصير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر الخفيف ترتفع الموج. تمام استاذ حسان، يعني سمعنا انه ممكن يصير في منخفض جوي بهاليومين ورح يكون اخر منخفض، خبرنا من حضرتك هل هذا الشيء صحيح؟ هلا المنخفض الجوي اللي بده يصير حكينا بدايتنا بنتصرف فيه بكره وبعد بكره. هلا بدايه لربما ما تكون هيدي الحاله اخر حاله بالنسبه للايام القادمه. نعم. الاستقرار الفعلي بالنسبه للاجواء استقرار بشكل كامل، ممكن ما خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران يكون لدينا حالات تقلبات جوية خفيفة أو حالات عدم استقرار خفيفة. والله أعلم يعني. بس بالنسبة لدرجات الحرارة على اليوم العاصمة دمشق ملاحظين 34.18 أعلى من المعدل بخمس درجات، الحديدة 33.18، القلموان 27.14، درعا 35.18، السويداء
32/17 المنطقة الوسطى حمام 34/15 منطقة محمد الحشكي 33/16 ساحل السوري الذهبية و23/17 الشمال حلب وإدلب 35/17 دير الزور الرخرة المنطقة الشرقية 37/21 بالبادية السورية مدينة تدمر 34/19 الحالة عدم الاستقرار من الأساسية هو المنخفض اللي تم التحدث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي صفاته أمطاره بتكون أكثر شمولية تتصف بالغزارة وحبات البرق أحيانا ومترافقة بالعواصف الرعدية مدته يومين الأحد والاثنين ترجع تستقر الأجواء وتبلش الحرارات ترتفع ولكن لربما ما تكون حالة عدم الاستقرار هي الحالة الأخيرة خلال هذه الفترة لربما الأسبوع الأول من شهر حزيران يكون في هناك حالة عدم استقرار أخرى وتقلبات جوية واضحة المعاني. نعم أستاذ حسان الجردي المتنبئ الجوي بنتشكرك على كل المعلومات اللي ذكرتها وإن شاء الله تحمل الأيام القادمة كل الخير والله يبعث الخير لجميع المحافظات السورية ونحن هيك يعني الصيف لحقانين عليه خلينا هيك نعيش أجواء المطر دائما بيقولوا لك ما في أحلى من مطر الصيف صحيح إن شاء الله هيك تصدق هدول التوقعات والتنبؤات ونحضر هيك نهار يعني نشوف في أمطار وصيف في نفس الوقت محبين الصيف والشتي أنت الصيف ولا الشتي أنا الشتي أنا الصيف خلونا نروح قبل ما نستقبل ضيفتنا بمساحتنا الثانية رح نروح لتقرير ولمدينة حمص وتقديرا للشهداء ووفاء لدمائهم أقامت محافظة حمص بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع حفلا تكريميا لتقليد وسام الإخلاص والشرف لعدد من عائلات الشهداء والجيش والقوات المسلحة وذلك على مسرح دار الثقافة بالمدينة حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. تقديرا للشهداء ووفاء لدمائهم أقامت محافظة حمص بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع حفلا تكريميا لتقليد وسام الإخلاص والشرف لعدد من عائلات شهداء الجيش والقوات المسلحة وذلك على مسرح دار الثقافة بالمدينة بحضور فعاليات عسكرية ورسمية واجتماعية. بهدي تكريمي لأهلي ولأبي ولوالدتي الله يرحمها ولكل حدا ساهم بالدفاع عن بلدنا. ألف تحية ورحمة لروح الشهداء جميع فداء عن الوطن فداء عن الأرض والأرض فداء عن العرض والأرض فداء عن السيد الرئيس فداء عن الجيش نحن قدمنا وما زلنا نقدم. نحن أسر الشهداء منقدم برقية وفاء وولاء لقائد الأمة قائد الوطن ومنقول له نحن وولادنا فدا سوريا وفدا قائد سوريا وفدا شعب سوريا لأن الشهادة بالأساس هي قمة القيم وذمة الذمم. استشهد وأنا بفتخر كتير بشهادته ومرقت أيام وفكرت أنه راح الدم وهدر بس هلأ بعد هالشي اللي شفناه رغم الحصار انتصر السورية بهمة قائدها بهمة جيشها بدماء شهدائها والله محيي سوريا والله محيي قائدها والعز لله ولسوريا وبشار الأسد. نعاهد الله والوطن بأن نكون الجند الأوفياء وأن نسير على مسيرة هؤلاء الشهداء التي أعطتنا العزيمة والقوة وجعلتنا بأن نعيش بكرامتنا على مرأة ومشهد العالم الذي يشهد بنصر سوريا. تكريما لأسر الشهداء وتعظيما وترسيخا لمعاني وقيم الشهادة في وطننا الحبيب محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع تقوم بتكريم 300 أسرة شهيد من أسر الشهداء العسكريين وتسليمها وسمة الإخلاص الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وفق تسلسل استشهادهم لعامي 2016-2017. شهداء سوريا أعطوا دروسا في قيم الشهادة وعظمتها مقدمين أرواحهم دفاعا عن الوطن وعزته فهم الشعلة التي أنارت طريق النصر لتبقى سوريا شامخة أبية. أسامة ديوب الأخبارية السورية حمص.
أكيد الرحمة لكل أرواح شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. نحن اليوم شو ما قدمنا نحن أكيد مقصرين، واجبنا دائما نحن رد الوفاء بالوفاء، ودائما هايدي نحن شو ما قدمنا لأهالي الشهداء وخاصة لأطفالهم، يعني هاد واجبنا بالنهاية. يعني نحن مكملين أكيد بصباحنا ووصلنا لمساحتنا الثانية، وكنا عم نحكي عن الصيف والقصص. أكيد رشا، وصلنا مشاهدينا لمحطتنا الثانية التربوية، ومن يومين طلابنا خلصوا مدرسة وانصرفوا للعطلة الصيفية. من المعروف أنه بهي الفترة الطفل أو الطالب بيرتاح فيها ذهنيا جسديا ونفسيا بعد شهور من التعب من الضغط يلي كان بأيام الدراسة بالمذاكرات والامتحانات النهائية، لحتى يرجع بكل شغف بكل طاقة بكل حب للدراسة. وهون رشا بيجي دور الأهل واستعداداتهم لحتى يستغلوا هي العطلة بشكل كتير مفيد للطلاب. هلأ أول شيء بدنا نقول الحمد لله على سلامة الأهالي بعد انتهاء العام الدراسي. اليوم عم يكون الضغط مو بس على الطالب ولا على الكادر المدرسي، اليوم الأهل أيضا بسبب ظروف الحياة بسبب ظروف العمل والظروف الاقتصادية عم يكون الضغط كتير كبير بوجود أكثر من طفل ضمن المنزل. صحيح. بالمدرسة متابعة الدروس والماديات اللي عم تصرفيها أيضا للدرس الخاص. اليوم بلشنا بالصيف ورح بدنا نروح لأنشطة صيفية. طيب هدول الأنشطة الصيفية في كتير أمهات بتقول إنه خلص أوف خلاص يعني خليه يلعب ينبسط جايين على المدرسة، ولكن طبيا وثقافيا وعلميا وتربويا اليوم الموازنة جدا مهمة، ودائما نحن الأنشطة الصيفية هي متممة للمدرسة، هي لتنمية قدرات الطفل لرفع مستوى التركيز عنده، ودائما إشراك الطفل معنا بالبيت بمهامنا بيساعده أيضا إنه ينمي قدراته. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع اليوم، نحن كيف قادرين نستغل الصيف، كيف قادرين نوازن حياة طفلنا ما بين الأنشطة والراحة والتهيئة لدخول عام جديد بعد كم شهر. أكيد معلومات كتير مهمة حتجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم، وهي الأخصائية التربوية عزيزة نورسي. سعد صباحك. صباحك بالخير. نقول لك الحمد لله على السلامة. عندك أطفال؟ الله يسلمك. رحلة كانت لسه عندي بنت 9 وابني السنة الجاية بكالوريا. شهادات يعني. يعني رايحة على لسه ما خلصنا. إن شاء الله بالتوفيق. الله يسلمك. يعني بداية العام الدراسي مثل ما ذكرنا للمراحل الانتقالية انتهى، وبعد فترة فينا نقول الشهادات البكالوريا والتاسع. خلينا نحن كيف ممكن نستثمر هي العطلة الصيفية بأشياء مفيدة لأطفالنا. تمام. أكيد شيء مهم إنه نحن ننظم وقت أطفالنا ونخلي الوقت له قيمة عندهم، ما نخليهم يهدروا وقتهم حتى لو كانت الدنيا صيف. فمن الضروري أنه نعمل لهم برنامج نشاطات. نعم. مو شرط البرنامج يكون هو دراسي، فينا أول شيء لازم نحن نفرغ لهم طاقتهم بالرياضة، لازم نشوف شو هي هواياتهم وشو هي ميولهم وننمي لهم إياها. أول شيء رمو مثلاً اليوم ابني عطل بكرة بدي أقول له دغري شو بدك تسجل شو الدورات اللي بدك إياها، فهون حتكون صدمة. لازم نعمل لهم بريك وفترة أقل شيء من 3 أيام لأسبوع، أكثر 15 يوم بين الصيف والشتاء، سواء كنت بدي سجله دورة ترفيهية أو دورة تعليمية أو دورة تدريبية شو ما كان، لازم نحن نعطيه بريك مشان يتنفس شوي ونحن كمان معه نتنفس. تماماً. بهذا الوقت بهي الفترة يعني بخلي يعني على راحته، ما في مشكلة وين ما بده بيحب شو بيحب شو بي المهم يتنفس، مشان انه نحن لما بدنا نجي نسأله شو حابب تسجل بالصيف او شو كيف بدنا ننظم وقتنا بالصيف يكون شويها انه مو لسه امبارح انا خلصت الامتحان. لازم يكون في تفاهم بين الاهل والطفل، يعني نحن او الطالب انا شفت عنده تقصير مثلا بالمواد العلميه ضروري جدا ان يسجله دوره تعليميه. إذا كان الطالب ما عنده تأثير بأي شيء بس هو حابب مثلا ينمي اللغة الإنجليزية عنده، يتعلم لغة جديدة، لغة فرنسية، لغة ألمانية، فهون كمان أنا بجي على حسب رغبته، ما بجبره على شيء. لا إذا كان مقصر، أنا ابني مقصر مثلا بالمواد مثل ما حكيت العلمية الأدبية، فهون من الضروري وجدا ما بناقشه بالموضوع أنه ضروري أنه أنت تسجل بهي الدورة التعليمية، وخاصة طلاب الشهادتين مثل ما حكيته الإعدادية والثانوية، مشان هو لاحقا يقدر يجمع المجموع يفوت الفرع يلي بده إياه. خاصة نحن عنا صارت يعني مثل هم الشهادة التاسع أو البكالوريا صارت هم على الأهل قبل الطالب، فمشان هيك نحن لازم نكون نحط الطفل أو الطالب
ونكون في اتفاق بيننا، وأكيد لازم يكون الوقت نستثمره بشيء مفيد بشيء صحي، مو طول الوقت الطفل قاعد على الموبايل أو على التلفزيون. ما لازم نخليه يتعلم على السهر بشكل يعني 12 وحدة بالليل، هذا الشيء غلط، لأنه العقل السليم بالجسم السليم. ونحن إذا كان الطفل تعود أو الطالب تعود أنه هي يسهر لوقت متأخر ويفيق الصبح للعشرة 11-12، هون بربنا كل شيء كنا نحن معلمينه اياه من اساليب، من وقت النوم، من الفطور صار غير وقت، الغداء صار بغير وقت، فهون ما عاد في تنظيم. هلا كونه عم نذكر موضوع التنظيم، ايام المدرسه بيكون التنظيم يعني هو بشكل عفوي وفارض حاله، كونه نحن اليوم عنا في الصباح، ولكن هلا يعني لم بارح انا ابني عم ينام 9 اليوم ما بعرف كونه بلش انه يتعود بقى بده يطلع يلعب كذا. هلا عم نحكي ما بين الانشطه وما بين الدورات التعليميه والكورسات، اليوم بدنا نوازن، اليوم هذا الطفل مو بس نحن بدنا نعمل اجهاد عقلي له بالكورسات، ان كان باللغه ان كان بالمواد العلميه، وذكرنا نحن اليوم انهم عم يتمموا بعض، يعني مثل ما هو علميا رح يستفاد ايضا الانشطه حترفع وتنمي قدرات الطفل. اليوم قد ايه مهم هي الموازنه، واليوم شو اهم الأنشطة اللي ممكن نحن ناخد طفلنا عليها؟ وأحيانا بيكون اختياره ما كتير محبب للأهل، ولكن نشوف بعض الأهالي بتفضل تسجيل هوايتها هي. أدي غلط هاي القصة؟ أكيد غلط أنه نحن نجبره على شيء هو ما بيحبه. يعني مثلا في عندك مثلا هو ما بيحب الموسيقى، أنا ما بقدر أجبره على دورة موسيقى. هو ما بيحب الرسم أو هوايته الرسم، أنا أكيد بدي نميله هواية. هلأ من الضروري وجدا كتير ضروري أنه نحن نسجله بنشاط رياضي، مثل ما حكينا أنه العقل السليم بالجسم السليم، ومنه مشان يفرغ طاقته، مشان ما يصير بالبيت بقى، خاصة الأطفال اللي بعمر صغير بده يحوس بالبيت، بده يحرك، بده شيء، لأنه في شيء هو أنه عنده طاقة لازم ينفسها لهي الطاقة. الاختيار من قبل الطالب أو الطفل كتير ضروري، نحن من خيره عندك كذا وكذا وكذا، من ضمن الخيارات أنه قلت الرياضة شيء بحبه. لا ما لازم نفرض عليه، إذا هو ما بحبه ما لازم نفرض عليه، بس نحن إذا شايفين أنه هو مقصر بمادة علمية مثل ما حكيت أو مادة لغوية أو أي شيء، هي حتكون أكيد فرق. أما الخيار بيكون أنه مثلا حابب تسجل كرة قدم ولا سباحة، حابب تسجل كرة طائرة ولا كرة يد، حابب تسجل جري، حابب تسجل رسم أو موسيقى، هون الخيارات بتكون تمام. أما الخيارات بالمواد العلمية اللي هو مقصر فيها، هذا واجب ومفروض أنه نحن نسجله، وحتى لو ما هو حاب نحن بنقنعه بطريقة أنه أنت مشان تجيب علامات أعلى أنت مقصر بها المادة، مشان ما يصير معك تقصير لاحقا بالسنة القادمة أو بالعام القادم، فهون أكيد ما حيكون في اختيار له. تمام، يعني نحن بنعرف أنه بكل بيت اليوم في أكثر من طالب على اختلاف أعمارهم، على اختلاف المرحلة الدراسية اللي عم يمروا فيها. اليوم إذا الأهالي بدهم يعملوا برنامج سواء تنظيم للوقت أو تنظيم للأشياء اللي ممكن يساووها هدول الطلاب بالعطلة، هل نحن لازم نختار برنامج موحد لكل الموجودين أو لا؟ لكل مثلا طفل أنا بحط له برنامج يناسبه؟ طبعا اكيد لازم يكون لكل طفل برنامج يناسبه، لطفل حسب عمره، لحسب مقدرته، لحسب تقصيره الدراسي، لحسب هواياته. انا ما فيني مثلا انه احط برنامج لطفل عمره 6 سنين دراسي مثلا او ترفيهي مثل طفل عمره 12 سنه او 13 سنه. اكيد القدرات بتختلف والاستيعاب بيختلف، مثلا طالب اللي عمره 5 سنين او 6 سنين ممكن نحن ندرسه بين الربع لنص ساعه، اما الطالب اللي اكبر ممكن 3/4 لساعه حط له وقت للدراسة. فهون أكيد حيكون حسب عمر الطفل، حسب هواية الطفل، حسب ميوله، حسب المواد اللي هو مؤثر فيها. طيب قبل ما كفي حديثنا بهي القصة، خلينا نروح لناحية اليوم كل حدا عم يشوفنا، اليوم مو كل أهالي قدراتهم خلينا نقول المادية مثل بعض. صحيح. اليوم بجوز الوضع هو والضغط على الجميع، يعني اليوم ما حدا مستثنى من هذا الظروف. صحيح. اليوم بجوز في ناس ما قدرتها لا تسجل كورسات لا تسجل دورات تعليمية، يعني هي مجبرة اليوم انه اولادها يكونوا معها بالبيت، ولكن نحن اكيد خلال البيت نحن قادرين اليوم نعمل شيء، يعني نخلق نشاط تشاركي نعبي وقت هذا الطفل وبنفس الوقت هو يستفاد. يعني اليوم نحن شو فينا نشتغل على هذا الطفل ضمن البيت في حال ما كان في اليوم الظروف غير مهيئة اليوم انه يكون خارج المنزل؟ تماما،
هلا اذا كانت القدره الماديه بهذا الغلاء اللي قلتي حضرتك الغلاء المعيشي ما في قدره للاهل انه يسجلوا باي دورات باي كورسات باي نشاطات، فنحن من يعني بنشوف اقل شيء وابسط شيء انه ممكن نعمله، ممكن نحن نطلع مع الطفل نعمل رياضه، مشي، جري، اي شيء متاح بالاماكن العامه اللي هي ما فيها اي تكلفه. ممكن ياخذ الطفل الطابه معه يروح مع اهله لاماكن فيها طبيعه، هي بتغير جو، بتخلي الطفل يفرغ طاقته، يفرغ نشاطاته. بالنسبه للشيء العلمي انه ممكن انا بدي خلي ابني يعمل كورس انجليزي وانا ماني قدرتي انه يسجله بدوره انجليزي، ما حدا ما عنده وسائل تواصل اجتماعي، ما حدا ما في ببيته موبايل، ما في حدا ما في ببيته لابتوب او تاب او اي شيء. انا في برامج كثير كثير مجانيه ومتاحه تطبيقات موجوده على النت، انا هون بخلي له وقت، انت هذا الوقت اللي فيه الموبايل لازم ساعه للتدريس وساعه ممكن تلعب بلعبه او الشغله اللي بدك تحبها. قدمهم اليوم تشاركيه نحن نشاركهم بالبيت، ان كان باعمال البيت ان كان بالمطبخ، يعني تحسسون انه انتم اليوم تنمي حس المسؤوليه عند هذا الطفل، يعني انت اليوم مسؤول انك تشتغل معي بالطبخه الفلاني، تعتمدوا على حاله. صعب شوي قدمهم التشاركيه تحسسي انه هو حدا فعال بالبيت، يعني اكيد لما بدنا الطفل انه هو يقدر قيمة الوقت ويقدر قيمة النشاط اللي عم يساويه ويقدر قيمة الترتيب، لازم نخليه يعتمد على حاله ولو بأشياء بسيطة. عم تقدري هاي ولو من عمر 3 سنين ممكن مثلا البنات بيحبوا شغل المطبخ كتير، يعني انه تعي ساعديني مثلا بهالطبخة ولو عطيتها شغلة بسيطة، تغسل الخضار، تصف الصحون على الطاولة، بالنسبة للصبيان على الأقل رتب غرفتك، رتب مكتبتك، رتب مكانك، رتب ملابسك. منلاقي بعض في أطفال كتير عندهم فوضى، يعني بتلاقي عفوا منك اجى لحش شنطايته بمكان او عيب بمكان، فهون نحن من هون بده يبلش من عمر الصغير عشان يتعلم الطفل على الرتابه، يتعلم الهدوء، المسؤوليه، على النظام. فنحن بنبلش معه ولو كان عمر صغير بالاشياء اللي بيقدر هو يساويها، خصوصا ان الاهل مو دائما بيكونوا موجودين بالبيت، يعني حلو الواحد يعتمد على نفسه. عزيزه خلينا نحكي يعني من الامور يلي كثير بنلاحظها خلال العطله الصيفيه انه بعض الطلاب بيلجؤوا ليمارسوا مهنه معينه او يلجؤوا لعمل، بعد فتره بنشوف انه هذا الطفل تعلق كثير بالعمل، صار ممكن يؤدي انه يترك الدراسه. هل هذا الشيء صحيح انه نحن اليوم نترك اطفالنا يشتغلوا بعمر مبكر او لا نلجا لعمر معين لشغل معين حدده؟ هلا نحن مفروض ما نخلي الطفل يعني بصراحه تحت عمر معين، يعني تحت عمر 16 مفروض ما نخليه يشتغل لانه هو ما له مدرك. يعني بجوز مثل ما قلتي حضرتك يصير انا عم جيب ايراد، انا عم جيب مصاري، انا عم لا شو بدي بالدراسه؟ لا مفروض، فمشان هيك لانه الطفل لساته ما له مدرك، ما له مستوعب، بجوز يكون حب الماده، حب هي المهنه اكثر من الدراسه. فانا بلاقيها انه لا غلط، ممكن يخليه يعتمد على حاله وممكن، بس مو شرط بمهنه. هلا انا بلجأ اني خليه يشتغل مهنه لما بشوفه انه فاشل دراسيا وما في مجال انه هو يجيب شيء بالنسبه للدراسه، فهون انا بخيره. بما انه انت مالك قدران وما عندك ميول دراسيه وما عندك قدره، وقد ما عم حطه دورات وقد ما عم حطه كورسات ما عم يتعلم وما عم يجيب علامات، هون انا بلجأ لحتى خليه يمارس مهنه ومهنه هو يحبها، سواء البنت كوافيره، سواء كانت بالخياطه، سواء كانت باي شغله هي بتحبها. بس انا بما انه هو ماشي بالدراسه ما بحبز انه يروح على مجال المهن. تمام. اكيد فشل بناحيه بالحياه هو مو فشل عام حيكون، يعني دائما طبعاً. اي شخص بالحياه عنده ابداع بناحيه معينه، ما كان تعليميه حتكون عمليه وبالحياه. وسائل التواصل الاجتماعي دائما احنا بنقول انه هي سلاح ذو حدين، يعني صحيح. رغم كل الايجابيات ورغم كل الانفتاح اللي عم نشوفه من خلاله، ولكن تاثيره جدا عم يكون سلبي، وخاصه على الطفل اللي هو بعمر غير مدرك لنتائج الادمان الموبايل، التابات، الالكترونيات. اليوم نحن للاسف يعني خلينا نعمم القصه وما نقعد نجمل بالواقع، صحيح. معظمنا فاشل باداره هي القصه، يعني وصرنا نهرب من ضغط العمل وضغط الحياه والضغوط الاقتصاديه انه مساك الموبايل وعمل بدك، بس انه تركني ريح راسي، هي من الاخر يعني صحيح. واليوم في ناس كثير او امهات كثير بيعرفوا انه هي القصه عم تصير بكل بيت، يعني اليوم خلينا هيك شوي نبعد، ناخذ محاذير، نعطي سلبيات. واليوم احنا كيف قادرين يعني نوجه الطفل يستخدمه بالشكل الايجابي؟
مثل ما قلتي هو مرض العصر، صاير النت والموبايل مرض العصر، وكمان مثل ما حكيتي حضرتك اغلبنا ما عم يقدر يستخدمه بالشكل الصحيح. هلا نحن من الاخطاء الفادحه والاخطاء الكبيره انه نحن عم نمسك التاب او الموبايل او هي الوسائل لاطفال تحت عمر 3 سنين. يعني نحن كثير عم نشوف حالات توحد، عم نشوف حالات مرض اعصاب، عم نشوف حالات نقص بالعيون، عم نشوف حالات بعمر 4 و5 و6 سنوات بتجي بتسالي الام بتقلك بيقعد 3 و4 ساعات على الموبايل. هذا الشيء اكيد غلط، اكيد هذا الشيء غلط. مفروض نحن يكون في ضبط لهي الشغله، يكون في ضبط لاستخدام الموبايل، يكون في وقت محدد لاستخدام الموبايل. ما نخلي الموبايل انه انا اذا بدي كافئ طفلي اعطيه الموبايل، إذا أنا مشغولة أعطي الموبايل، لا، في شغلات تانية ممكن أعطي ألعاب تركيبية، أي شيء خاصة لعمر إلي تحت 4 و5 سنين. هدول أهم شيء ألعاب الليجو وال جريمة، صدقاً عم تكون جريمة. نحن بدل ما ننمي له عقله وذاكرته وإدراكه عم نخليه يتراجع لورا، عم نخلي الطفل يصير عنده طيف توحد، عم نخلي الطفل يصير عنده مجموعة أمراض، عم نخليه يصير عصبي، عم نخليه يصير متوتر، عم نخليه يصير حتى النطق عم يتراجع، الإدراك عم يتراجع. يعني تلاقي أنه مثل ما قلتي حضرتك أنا بس جاية تعبانة مثلا دوامي، خلص خود وحل عني، هذا غلط. صحيح. هذا غلط، نحن هذا الغلط طالع مننا. أنا لما بدي أكون أنا مستهترة بهاي القصة أكيد الطفل حيكون مستهتر. هلا مو ضروري يكون موضوع الاستهتار كرمال ما نظلم أي حالي الأمهات. طيب هي ضغط يعني التريح من الضغط بسبب الحالة، بس أنا لاحقا بدي لاقي نتيجة سيئة. يعني صحيح. أنا عم بهرب من ضغط بدي اتحمل عواقبه لاحقا، أكيد. لا، بهرب من الضغط بشيء على الاقل ما يؤذيني ويؤذي طفلي. طيب خلينا نحكي عن الام العامله يلي اكثر يمكن حدا بيتاثر بالعطله الصيفيه، بتكون بالشتويه مريحه راسها انه الطلاب بالمدرسه، ويعني هي نظمت وقت شغلها على هذا الاساس، لكن صحيح. وقت تيجي الصيفيه والعطله هون فينا نقول انه بصير في شويه لخبطه. خلينا نوضح كيف ممكن هي تنظم وقت اليوم، خصوصا انه عقله بضل مشغول عندهم. تمام. هلا بصدقي انه الام الموظفه هي بتكون اساسا منظمه وقتها اكثر من الام اللي قاعده بالبيت. يعني بيكون وقت الغداء منظم، وقت الطلعه منظم، وقت الفوته منظم، بس مثل ما قلتي حضرتك هون صار عندها هم يمكن انا خصوصا اذا ما في عندها حدا بالبيت، يعني مو حاطه مربيه او شيء. صحيح. هون صار عندها هم انه يعني هي بدها تروح على دوامها، كيف بدها تترك اطفالها، وخاصه اذا كانوا هنا تحت عمر 5 6 سنين، ما لها قدرانه تتركهم بالبيت، ما في مكان تحطهم، ما في بيت جد، بيت خالي، بيت عمي. فهي مضطرة أكيد أنه هون بهي الحالة أنه تسجلهم بنادي صيفي، تسجلهم بهواية، تسجلهم بمكان فيه رياضة، تسجلهم بكورسات. فهون حترجع لتنظيم الوقت أكيد، لأنه هي بالأساس وقتها منظم. أكيد ما حتقدر تتركهم بالبيت، فأنا بنصحهم أنه يسجلهم في نوادي كتير يعني بسيطة، كلفتها مالها كتير باهظة، وبتقدر الأم الموظفة إنه هي تحط طفلها بمكان آمن، تكون هي استغلت الوقت بشيء مفيد وتريح راسها، وبتكون بمكان بشغلها هي مرتاحة. أكيد أهم شيء يعني شاء. اليوم بس إن كانت حياة الأطفال منظمة الأم دائما بتكون مرتاحة بعملها. نتشكرك لكل المعلومات اللي ذكرتيها، وبنتمنى لابنك النجاح بالامتحان اليوم. قد إيه مضغوطة يعني جدا حاسة حالك أنت اللي راح تقدمي؟ الأهل هن بيكونوا يعني متوترين أكثر من الطالب، بس كمان لازم هيك شوي مشان ما هذا التوتر ينقلوه للطالب، يعني يعملوا حالهم إنه كونك أنت اليوم أخصائية تربوية، يعني إذا أنت اليوم عم تحسي بهذا التوتر فاليوم بدك تنقلي لها، بدك تنقلي لها ابنك، بدك تنقلي لها كل حدا عم يشوفنا اليوم، كل حدا عنده قدرات. فنحن بنتمنى لابنك النجاح ولكل طلاب الشهاده الاعداديه والثانويه، ان شاء الله هيك الله لا يضيع لكم تعب ولا يضيع تعب اهاليهم. يعني دائما الضغط الاكبر عم بيكون على الاهالي. صحيح. اكيد. شكرا عزيزه لابنك، والله يفرح قلبك بنجاحه وتجيب لنا شوكولا. اكيد على الرجاء. حلو. لا انا شوكولا ما باكل اي شيء على الحليب. خلاص بكرم عينك، معناتها سوا نحن بنحب الحليب. شكرا عزيزة، بتوفي لإلك ولكل الأمهات اللي عندهم. صباحكم بكل خير. صباحك يا رب. نحن مكملين هايدي بباقي مساحاتنا الصباحية، وخلونا نروح لمحافظة طرطوس ولمديرية الدفاع المدني، وبالتعاون مع المحافظة نفذت بيانا عمليا حول أعمال الدفاع المدني بهدف نشر الوعي ورفع مستوى التدريب بجانب مبنى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمدينة، وكان بحضور فعاليات رسمية. هنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. مديرية الدفاع المدني بطرطوس وبالتعاون مع المحافظة
نفذت بيانا عمليا حول أعمال الدفاع المدني بهدف نشر الوعي ورفع مستوى التدريب بجانب مبنى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمدينة بحضور فعاليات رسمية. الغاية من البيان هو خلق الانسجام بين كافة الدوائر الحكومية المعنية بالكوارث من كافة مؤسسات الدولة وإظهار عمل العناصر الحماية الذاتية في هذه المنشأة اللي هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية. تنفذ مديرية الدفاع المدني بطرطوس بيان عملي على أعمال الدفاع المدني إسعاف إطفاء إنقاذ وأخلاء بقصد تحقيق نوع من التدريب وكسب الخبرة للعناصر في المؤسسات العامة والجهات العامة كافة إضافة للحالة المدنية للتدريب على حالة طارئة قد تحدث. يظهر هذا البيان كيفية التعامل مع كافة الحالات من حال الأطفاء أطفاء الحرائق إنقاذ الأخوة المواطنين التعامل مع كل حالة من حالتها. هذا البيان له أهمية كبيرة ويظهر أيضا كيفية تعاون كافة الدوائر مع مديرية الدفاع المدني لإنجاز هذا العمل. البيان العملي تضمن تنفيذ أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء والإيواء محاكاة لأي طارئ مفترض بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بطرطوس والجهات المعنية بهدف تعميق خبرة عناصر وأطقم الدفاع المدني والمتدربين وخلق الانسجام والتعاون مع المؤسسات الأخرى وتنفيذ المهام المكلة إليهم بكفاءة عالية. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. أما هلأ رشا وصلنا لمحطتنا الأخيرة ولمسات فنية لمحامي سوريا. عنوان المعرض يلي عم يتم التحضير له ورح يتم افتتاحه يوم الاثنين القادم ورح يستمر لعدة أيام. أكيد المعرض رح يضم مجموعة من الأعمال الفنية المختلفة اللي بتعكس إبداع ومواهب محامين سوريين. رشا، يمكن قدروا لجانب مهنتهم بالمحاماة أنه يكون عندهم موهبة. أكيد هايدي، هي المعرض الأول لإلون، واليوم هيك من خلال ضيفتنا رح نعرف أكثر عن هذا المعرض، كيف تم التحضير له وكم عدد الأيام اللي رح يستمر في المعرض. وأكيد لكل حدا حابب يزور المعرض أكيد حنحكي عن العنوان، واليوم كونه هيك خطوة جديدة في تفاصيل كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الأستاذة فادية عساف رئيسة لجنة المرأة بنقابة محامي سوريا وعضو مجلس فرع دمشق. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا، مبروك المبادرة بداية. صباحك. يعني صباح النور. شكرا لكم وشكرا للاستضافة. هي مبادرة من المبادرات اللي بلشنا نعمل فيها كلجنة مرأة. بتعرفي انه المرأة هي دائما تبحث عن الجمال وبتبحث عن الأشياء اللي فيها تميز. نحن بهاللجنة بلشنا، طبعا هاي أول مرة تتأسس لجنة إلى رئيسة مرأة. مع أنه حضرتك أنت رئيسة رئيسة لجنة المرأة، يعني حبينا بس نذكر الفكرة. بس حلوة اليوم هذا المبادرة يعني. ماشي، هو يفترض انه يكون من الاساس هيك. فكرة مين بس دايما في دعم؟ فكرة مين هاي المبادرة؟ نحن لجنة، اللجنة كل واحدة من المشاركات بهاي اللجنة بتعرض فكرة ونتفق عليها كلياتنا ومنمارس او مننفذها لهالفكرة. طبعا كل واحد بيكون في له رأي ومشاركة ضمن نطاق عام اللي هو اللجنة، يعني قرارات اللجنة هي اللي بتطبق. هاي الفكرة كانت فكرة الأستاذة فاتن ديركي وهي اللي تابعت تنفيذ العمل، طبعا بمساعدة باقي المشاركات باللجنة. الأستاذة فاتن هي أستاذة فنانة وكاتبة. نحن أقمنا عدة فعاليات كانت بحسب واقع الأحداث. أول فعالية قمناها هي دفاع مدني، شاركوا فيها مجموعة كبيرة من الأساتذة والأستاذات. وبعدين عملنا فعالية تانية يلي هي كشف مبكر عن سرطان الثدي. حلو. وكنا بنعمل تقريبا كل شهر عنا فعالية بنعملها
في عنا فعاليات تانية عم نعمل عليها. هاي الفعاليات بتدل على قديش المرأة لها دور، خاصة انه لجنة المرأة يلي نقابة من الأساس نظام تأسيسها في شيء اسمه لجان، وكانت موجودة لجنة المرأة بهالنظام هاد، بس مع الأسف ما كان في إلا رئيس مرأة. هاي المرة الأولى وبدعم من السيد النقيب اللي هو داعم للمرأة، السيد الأستاذ النقيب فراس الفارس، هو يلي شجع على أنه يكون في له رئيسة للجنة يلي هي أنا. أول مرة بيكون في عنصر نسائي تترأس هاللجنة، حق اليوم طبعا، هي الأساس وهي المحاربة على كل الجبهات. دائما نحن بنقول هي الكلمة. خلينا نركز شوي على المعرض، نحكي عنه أكثر. إيمت حتبلشوا وإيمت الافتتاح ووين بالضبط حيكون؟ هلأ هو المعرض ثلاث أيام، ببلش 29 و30 و31 من الساعة 2 للساعة 6. افتتاح المعرض ب 29 الشهر الساعة 3 بصالة الشعب للفنون. طبعا في ناس كتير نحن بنتشكرهم، هن ساعدونا اللجنة الفنية اللي نقت اللوحات، والمشاركين اللي قدموا هن كلهم هواة من المحامين، الزملاء المحامين والمحاميات بكافة المحافظات. أو حلو، اليوم بكافة المحافظات تضم كل المحافظات السورية. طبعا نحن هاي اللجنة هي لجنة المرأة في النقابة المركزية. كل المحافظات طبعا اللي موجودين بيقدروا انهم يجوا يشاركوا، بس الفكرة انه المحاميات بالمحامين لسه فكرة لجنة المرأة ما كتير واضحة بالنسبة لهم، بالنسبة للأعمال وللمنشاطات اللي عم تقوم فيها، خطة العمل. خطة العمل، ودائما عم تكون الفكرة انه باعتبار لجنة المرأة يلي بده يشارك هو فقط زميلات، بينما نحن عم نتوجه لكل الزملاء والزميلات بالعمل. مثل ما قلنا انه المعرض رح يكون ب 29 و30 و31 بصالة الشعب للفنون، الاتحاد للفنون اللي هو بالفردوس. نتشكر اللجنة اللي فحصت، او يعني مو فحصت، نحن كلنا هواة، بس كان في انتقاء تقييم. انتقاء وتقييم، وبنتشكر اللي صمم لنا البوستر واللي شارك وساعدنا بهي. في كمان في زميل كان له المبادره وهو فنان كمان، هو استاذ انطوم الزاوي، شارك معنا بالمعرض، وطبعا دكتور عبد الناصر ونوس كان هو اللي صمم البوستر تبع الفعاليه. واللجنة كانت من الدكتور فؤاد دحدوح، عميد كلية الفنون الجميل، أسماء معروفة، وكان في معنا الفنان الرائع الدكتور. هلا اكيد تحياتنا لكل الاسماء اللي ذكرتيهم. الدكتور معلا كان طلال معلا، دكتور نعم. طلال معلا عفوا تمام. يعني انا الاسماء، وكان في معنا الدكتور، مو دكتور، يمكن الفنان غسان غانم. يعني المهم كان في مجموعه مشاركين تمام. ساعدونا بهالعمل. تمام استاذه فادي، يعني بما انه حضرتك عم تحكي لنا اكثر عن المعرض، عن الاعمال المشاركه، عن المشاركين، خطر لي اسالك اليوم، اللوحات الموجوده او البوسترات هي لها علاقه بالقانون، كونه يعني اللي عم يعملوا هدول اللوحات هن محاميين، فخبرينا عن الموضوع، هل لها علاقه او لا في شيء جانب ثاني؟ هلا المحامي هو بالاخر انسان، ومثل ما قلت لك اللي كان المشاركات غالبية المشاركات زميلات، فدائما الإنسان وخاصة المرأة تبحث عن الجمال، والجمال موجود وين ما كان، معناتها شو عم تركزي. طبعا الرسم هو رقي، هذا الرقي اللي بتبحث عنه المرأة دائما بيكون مشكل، يعني الجمال بالرسم، الجمال ما بالضرورة كله قانون، خاصة انه القانون جامد. صحيح. يعني نحن بنبحث عن
الأشياء اللي بتريح، اللي بتزيل غبار التعب الحياتي، بتزيل، بتبين البذرة الحلوة اللي عند المرأة باهتمامها بالمجتمع، اهتمامها بالطفل، اهتمامها بالأسرة، اهتمامها بكل فعاليات الحياة. أكيد بتصور ما في شيء من اللوحات تبع المشاركين فيها شيء من القانون، بس بتدل على أنه المحامي كمان هو إنسان وهو بحب الجمال، والجمال موجود عنده موهبة أو عنده موهبة، والجمال موجود بالفطرة. يعني بالفطرة يمكن بكرة خلال المعرض نتفاجأ بمواهب كتير مهمة عند الأساتذة. يعني ما دائما أكيد، يعني إذا محامي اليوم أنا ما ببدأ بناحية تانية. خلينا نرجع شوي على اللجنة وحضرتك رئيسة اللجنة. اليوم شو شروط الانتساب لهي اللجنة؟ هلأ نحن ما في شروط للانتساب لهي اللجنة. هي اللجنة نظام قانون تنظيم المهنة تبعنا بنص على وجود عدة لجان منها لجنة المرأة، فبيتم انتقاء بعض الناس اللي عندها اهتمامات بالمرأة، بقضايا المرأة، لأنه هاي اللجنة هي بتبحث بشؤون المرأة. ف بيكون عدد معين الناس اللي بتحب تشتغل، اللي بتحب مؤمنة بالمرأة، نعم. بتحب دافع عن حقوقها، فهن هدول اللي بيتم اختيارهم وبيتسموا. ونحن حاولنا انه يكون في مشاركات من كل المحافظات بهي اللجنة. هاي اول سنة بيصير فيها فاعلية. قد ايه مبسوطة اليوم انه اليوم انت رايحة على انجاز، يعني من خلال اللجنة، يعني من وجهها مبين قد ايه اليوم هلا. مبسوطة في انجاز حلو. هلا اكيد لازم الواحد يحس حاله انه ترك بصمة، صحيح، عبر عن حاله، خاصة لما بيحكي بقضية هو مآمن فيها، صحيح. ولما يكون في ناس دعمته وعطته الفرصة لانه يثبت انه هو اهل لأي عمل بيقوم فيه. تشعري حالك اليوم أنت على تحدي بهذا المنصب؟ أكيد أكيد، خاصة أنه هاي أول مرة نحن نلتقى بهيك منصب أو بنوجد هيك منصب، وأكيد لحالي ما رح أقدر إذا ما كان في دعم مجموعة، صح، وفي ناس عم تساعدك وكل عم يشتغل إيد واحدة. تمام أستاذة فادية، يعني بالختام شو مشاريعكم القادمة، شو محضرين؟ هلا باعتبار المرأة هي فاعل بالمجتمع بكل الجهات، فنحن عنا مشاريع متعددة، ومثل ما قلت لك كل حدا بيطرح فكرة، وعددت لك بعض الأنشطة، كل حدا بيطرح فكرة ممكن. وأكيد ما رح ننسى المحاماة، وما رح ننسى أنه نحن في عنا مواضيع فنية ومواضيع علمية ومواضيع ثقافية بتختص بالمحاماة وبتختص بك بأشياء تانية. بنتمنى لكم التوفيق كان بالمعرض اللي حنشوفه، واكيد حيكون لنا زياره للمعرض لنشوف اليوم مواهب الاساتذه الموجودين عندنا بسوريا. وايضا بنتمنى التوفيق لكل اعضاء الجمعيه، لكل اعضاء الجمعيه اللجنة بأنشطة القادمة، وتكوني قد التحدي. واليوم المرأة دائما هو التحدي، بيكون العامل الأساسي لها بنجاحها بأي مهمة بحياتها. أكيد أكيد، نحن دائما أنا مقتنعة وعندي إيمان أنه المرأة هي مو نص المجتمع، هي كل المجتمع، لأنه هي اللي بتخلق الجيل وهي اللي بتكون مؤثرة فيه. وشكرا لكم. شكرا لكم. ونستناكم تشرفونا بالمعرض، وبدنا نأكد على انه المعرض هو معرض لهواة، مو معرض لناس دارسة، هو معرض فني لهواة عندهم هالبذرة. اكيد. شكرا كثير لك، نورتي صباحنا. شكرا لك الاستاذة فادية عساف، رئيسة لجنة المرأة بنقابة محامي سوريا وعضو مجلس فرع النقابة في دمشق. في دمشق. في دمشق. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. اما نحن هادي وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، ان شاء الله يا رب كنا هيك خفاف على قلوبكم وبيوتكم، وقدرنا اليوم هيك نقدم المعلومات اللي بتمكن بحياتكم اليومية. بقيت نهار حلو لكم، يحمل الخير الصحة والنجاح والانفراجات وجبران الخاطر. كونوا بخير.
باي باي. بقية نهار حلو لك يا رشا، وبقية نهار حلو لكم مشاهدينا، وشكرا لكل حدا تابعنا، والمخرج جعفر أحمد، وللمعدة حلا سلمان. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي.